في شكاوى مضطردة من طلبة كلية الحقوق، لأن هم أول سنة أول فصل دراسي يطبق عليهم نظام الساعتين وليس الثلاث ساعات. ففي مشكلة حقيقية، مشكلة قايمة إنه بعض الأساتذة مش بيراعوا أو مش متعودين يراعوا الساعتين، والطلبة في إجابتهم أيضا مش قادرين يتكيفوا مع الساعتين. في لجان الجامعة مشكلاها والكلية مشكلاها للنظر في هذه المسألة والتدخل وقت الحاجة حتى لا يضار الطلاب. ولذلك أنا بأؤكد وبرسل رسالة طمأنة لطلبة كلية الحقوق إنه لدينا حسابات لكل شيء، وإذا كان الامتحان جاء غير متسق مع الوقت ستتدخل اللجان الممتحنين وفقا للإطار الذي نص عليه قانون تنظيم الجامعات لضمان العدالة بين الطلاب. هذه مسألة مفروغ منها.